انطلقت فعاليات الملتقى الترويجي الأول لمصر باعتبارها مقصد لسياحة اليخوت. الملتقى بيتم تنظيمه تحت رعاية وزارة السياحة والآثار، وبيشارك فيه مجموعة من الخبراء الدوليين في سياحة اليخوت والأنشطة المرتبطة بها. ملتقى مهم جدا في توقيت مهم جدا لسياحة اليخوت والترويج ليها. هنتعرف على تفاصيل أكتر. معانا على الهاتف دكتور خالد شريف، مساعد وزير السياحة والآثار والمشرف على ملف سياحة اليخوت. بنرحب بحضرتك وصباح الخير يا فندم. صباح الخير، اهلا وسهلا. يعني بداية قبل ما نتكلم عن أهمية انعقاد هذا الملتقى الترويجي الأول، حابين نعرف من حضرتك أهمية سياحة اليخوت ومصر كمقصد دولي لهذه السياحة دلوقتي. طبعا سياحة اليخوت وبالذات اللي بنسميها اليخوت الفائقة أحد مصادر الدخل السياحي في أي دولة موجودة على اللي عندها سواحل. يعني بالنسبة لمصر، مصر ما كانتش معروفة كمقصد سياحي لليخوت لعدة أسباب. إنه كان عندنا مشاكل كتير في التعامل مع اليخوت الزائرة، ما كانش حد عارف إمكانيات اللي موجودة أو المزايا السياحية اللي موجودة في مصر لو أنت جايب بيخت. فابتدينا الحقيقة خطة ممنهجة بدأتها وزارة النقل باعتبارها الوزارة اللي تم بقرار من رئيس مجلس الوزراء تحديد انها تبقى مختصه باستراتيجيه تعظيم سياحه اليخوت بشكل عام. ليه وزاره النقل؟ لان معظم المشاكل اللي كانت موجوده مرتبطه بالنقل البحري بصفه عامه وبالمواني وبالاجراءات اللي بتقابلها اليخوت في الدخول والخروج من المواني. فبدات وزاره النقل في التعامل مع هذه المشاكل، ومثلا انشات نافذه موحده للتعامل مع اليخوت. وبالتالي قبل كده كان بيضطر اليخت ان هو يتعامل مع 16 جهه بشكل منفصل. الكلام ده كله بقى متحدد من خلال النافذه الموحده بيتعامل من خلالها، هي بيتعامل مع قطاع النقل البحري، قطاع النقل البحري بيتولى هو التعامل مع باقي الجهات. بالاضافه الى بعض التفاصيل الاخرى في الاجراءات المتعلقه باليخوت. لما تم حل كل هذه التحديات، بدانا في وزاره السياحه والاثار بتوجيهات معالي الوزير ان احنا نحط استراتيجيه للترويج، ونبتدي نقول للناس بره انه تعالوا مصر، احنا حلينا المشاكل اللي موجوده. جميل. ادي الدنيا عندنا شكلها كده. طيب الكلام ده نعمله ازاي؟ بان احنا ننظم عدد من اللقاءات للمتخصصين في سياحه اليخوت وبالذات اليخوت الفائقه تاني في العالم. بدا تنفيذ الاستراتيجيه بالمشاركه في معرض موناكو الدولي لليخوت الفائقه في سبتمبر اللي فات. حاليا احنا بننفذ الملتقى الاول للترويج لمصر كمقصد لسياحة اليخوت. عندنا 12 واحد من الخبراء في سياحة اليخوت الفائقة ما بين كباتن يخوت، اليخوت، شركات تأجير. طبعا ليه شركات تأجير؟ 80% من نشاط اليخوت الفائقة بيتم من خلال التأجير. فجبنا عدد من شركات التأجير، جبنا خبراء في المراين علشان نقيم المراين اللي موجودة عندنا ونشوف الأماكن اللي ممكن تعمل فيها مراين جديدة لاستقبال اليخوت الفائقة. جبنا خبراء قانونيين أو خبير قانوني، يعني واحد من المجموعة خبير قانوني لمراجعة الإجراءات اللي موجودة برضو اللي بتتعامل معها اليخوت ونشوف إزاي نبسطها عشان نبقى عندنا ميزة تنافسية مقارنة بالدول الأخرى. طيب مين أبرز المشاركين في الملتقى؟ إحنا بنقيمها بالأفراد ولا بنقيمها بالدول ولا بنقيمها إزاي؟ لا، بنقيمها بالافراد الحقيقه. مجتمع سياحه اليخوت او مجتمع اليخوت واليخوت الفائقه تحديدا هو اولا مجتمع صغير. يعني احنا بنتكلم على عدد اليخوت الفائقه اللي موجوده في حته زي البحر الابيض، بنتكلم على حوالي 5000 يخت. دول اليخت فائق يعني. اليخت من دول احنا السعه الاستيعابيه بتاعتنا قد ايه؟ لا، في مصر حاليا لليخوت الفائقه ما تزيدش عن 10 يخوت. بس ده مش قليل يعني. خليني برضو اوضح ان اليخوت الفائقه دي اليخت الواحد بيتاجر في الاسبوع بمليون يورو يعني او مليون دولار، رقم كبير. فهي دي اللي فيها العائد المادي الاكبر في عالم اليخوت. طبعا في يخوت صغيره ودي بيملكها افراد ودي بتتحرك بغض النظر يعني، فاحنا مركزين على اليخوت الفائقه لان هي دي اللي فيها العائد الاكبر. طب تمام. طب مده الملتقى يا دكتور هتبقى قد ايه؟ وكمان مهم جدا نوضح حتى للساده المشاهدين، حضرتك قلت ان هو عدد اليخوت محدود او قليل لكن المردود الاقتصادي كبير. عالي جدا. عايزين نوضح النقطه دي اكتر. طيب حجم نشاط
سياحة اليخوت الفائقة في العالم يصل إلى 2 تريليون دولار من ال 5000 يخت الصغيرين اللي بنقول عليهم دول. الفكرة زي ما قلنا إنه اليخوت دي اليخت الواحد بيتأجر في الأسبوع مثلا من 200,000 إلى مليون يورو على حسب حجمه. العائد المادي منه مش بس قيمة الإيجار أو قيمة الضريبة المضافة اللي بتتاخد على الإيجار، ولكن بما ينفقه هذا اليخت، اليخت في اليوم بيصرف من حوالي من 10 إلى 15,000 دولار مصاريف مختلفة ما بين أكل وشرب ووقود ومية والكلام ده. ده في اليوم الواحد يا دكتور؟ 15,000 دولار؟ في اليوم الواحد. في اليوم الواحد. فالحقيقة هي قطاع سياحي عالي الإنفاق. اليخوت الفائقة، اليخوت الأصغر منها هي برضو بتنفق ولكن ليس بهذا الكم. ليه مركزين على اليخوت الفائقة؟ إن لما اليخوت الفائقة بتروح مكان اللي هي السوبر ياتس، لما بتروح مكان الباقي بيتبعها. وبالتالي احنا قلنا إنه من الناحية الاستراتيجية نبدأ بالتركيز على اليخوت الفائقة. هنلاقي إن في دول جوار بتصرف مئات الملايين من الدولارات علشان تجتذب اليخوت الفائقة برضو. فالحقيقة المنافسة لاجتذاب اليخوت الفائقة هي دي المنافسة العالية في مجال سياحة اليخوت. مدة الملتقى، احنا الملتقى بيتضمن لقاءات عمل، يعني اجتماعات ولقاءات مع مسؤولين و و و، وبيتضمن زيارات للمعالم السياحية. فالإجمالي المدة 9 أيام. بيزوروا فيها مراين، رحنا المراين في البحر الأحمر ولسه هنروح في اسكندرية المينا والمراين اللي موجودة في الساحل الشمالي. بيزوروا فيها المعالم الأثرية اللي موجودة في الأقصر وأسوان والقاهرة، وعملنا نايل كروز رحلة نيلية معاهم. فالحقيقة عندهم حالة من الانبهار بإمكانيات مصر للسائح اللي جاي بياخد. ولكن زي ما قلنا إنه هذا السائح هو سائح عالي الإنفاق اللي هي السياحة الإليت، والسائح الإليت ده له متطلبات معينة. يعني مثلا في بالنسبه للرحلات النيليه هم شايفين الذهبيات، الذهبيات دي حاجه بالنسبه لهم عملهم حاله من الانبهار. يعني التحرك بيبقى بهليكوبتر، فلسه كل يعني كل كلامهم انه طيب هل هيبقى في امكانيه التحرك بهليكوبتر من اليخت اللي مثلا للاقصر او لاسوان. هذه النوعيه من الاسئله اللي مرتبطة بطريقة تعامل سائح المتميز أو سائح عالي الإنفاق مع الحاجات اللي هو بيعملها أو الحاجات اللي هو بيروحها. طيب بالنسبة لنا بقى، إحنا إيه من الحاجات دي متوفر عندنا بحيث إن إحنا نجتذب أكبر عدد ممكن؟ والله إحنا كل حاجة ممكنة عندنا. يعني الحقيقة وبرضو دي التعليقات اللي بسمعها من المجموعة. أنا ما إحنا بقالنا دلوقتي حوالي أسبوع مع بعض. التعليقات بتاعتهم طبعا من اول يوم كان في حاله ترقب وانتظار هم هيشوفوا ايه. النهارده لا، يعني شايفين انه لا، مصر ممكن يتعمل فيها كل حاجه، هي فاضل شويه حاجات صغيره اللي هي بنسميها يعني الفاين تيونينج، التظبيطات الصغيره اللي تخلي الشركات دي والكباتن دول اللي موجودين يبتدي يتكلموا مع العملاء بتوعهم اللي هم في الـ عالي الانفاق، يعني سائح عالي الانفاق اللي بيقدر اليخت بمليون يورو في الاسبوع. يبتدوا يتكلموا معاهم انه لا، تقدر تيجي مصر، نقدر نوضب لك برنامج في مصر. مصر فيها 1 2 3. طلبوا كميه معلومات وكميه بيانات عن تفاصيل كتيره يدل ان هم خلاص يعني ابتدوا يشتغلوا ويفكروا يحطونا على الخطه بتاعتهم او يحطونا في الحسبان. بالظبط، يبتدوا يشكلوا او ينظموا برامج للعملاء بتوعهم علشان يجوا مصر باليخوت. طب دكتور خالد، حضرتك يعني المشرف على ملف سياحة اليخوت بوزارة السياحة والأثار، هل احنا بنشتغل على استراتيجية عالمية للترويج ووضع مصر على خريطة سياحة اليخوت الفائقة؟ يعني ندخل أسواق سياحية عالمية ونحاول نجذب عدد جديد من سائحي وعشاق هذه السياحة؟ بالظبط، احنا يعني الهدف الاساسي او المسار الرئيسي في الاستراتيجيه بتاعت الترويج لسياحه اليخوت هي التعريف بمصر. الناس مش عارفه في عالم اليخوت، الناس مش عارفه مصر كمقصد سياحي فيه. الناس متخيله انها علشان تروح مصر الحاجه الوحيده اللي يقدر يعملها ان هو ياخد طياره ويسافر يشوف المعالم الاثريه بتاعت مصر او يزور مصر.
فابتدينا نتكلم بطريقه مختلفه، لا انت ممكن تيجي بيخت. طيب لما ابتدينا نتكلم بالطريقه دي ابتدى يبقى فيه، لانه في ناس جت زمان وقابلت مشاكل كتيره جدا، يقول لك لا طب انت عندكم مشاكل واحد اثنين ثلاثه. ابتدينا نتكلم مع الجهات، ابتدت وزاره النقل تتعامل مع المشاكل دي، ابتدت المشاكل دي تتحل. ابتدينا نتكلم تاني انه لا دلوقتي مصر هي دوله مستقبله لسياحه اليخوت، ادي الامكانيات اللي موجوده، ادي المعالم اللي ممكن تروحها، ازاي تروح هذه المعالم. يعني لما يوصل مثلا ياخد الى الاسكندريه او بورسعيد، بنوريهم ازاي يقدر يتحرك. طبعا هم اتكلموا على طيارات الهليكوبتر دي، بس احنا بنوريهم ازاي ممكن نتحرك باوتوبيس او بالقطر. ده جهد مقدر، جهد مقدر ومشكور جدا. يعني بنشكر حضرتك دكتور خالد شريف، مساعد وزير السياحة والأثار والمشرف على ملف سياحة اليخوت، وكل التحية للقائمين على هذا الملف والملتقى الترويجي الأول لسياحة اليخوت.